مرحبا واضح. انا اسمي اميره عصام بسيوني، بشتغل في مجمع خدمه صناعه الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بشتغل اول مدربه خراطه. من 6 سنين بالظبط وانا شغاله في مجال التدريب ده، والحمد لله. يعني احساسي اول يوم دخلت الورشه كان، يعني بصي ما اكذبش عليكي، انا ما كنتش خايفه، بس كنت حاسه ان انا داخله تحدي كبير. وكمان بتمنى ان مش عشان انت بنت تكسلي او تخافي ان انت تدخلي اي مجال او اي مهنه، لا بالعكس، انت لو بتحلمي بحاجه او نفسك تكوني حاجه، كملي في الحلم بتاعك وخليكي مستمره فيه، واعرفي ان انت طالما عملتي اللي عليكي ان ربنا هيوفقك. ما تكسليش خالص او تخافي من نظره المجتمع او نظره الناس، لا كملي وخليكي ماسكه ورا حلمك، وان شاء الله ربنا هيكرمك وهتحققي اللي انت عايزاه. دخلت مسابقات كتير، من ضمنهم مسابقه شباب مصر للمهارات، دي بتتعمل السنه الثالثه على التوالي. انا دخلت في المسابقه دي لمده 3 سنين. السنه الاولى كنت انا البنت الوحيده المشاركه مقابل 9 اولاد، دي كانت حاجه كويسه جدا، وكنت مبسوطه وكنت حاسه ان انا فخوره جدا وانا واقفه وسط التسعه ان انا كمان اخدت مركز اول. والدتي كانت واقفة جنبي وبتدعمني وبتقولي استمري وانا في ظهرك واللي انت عايزاه كمليه. اخويا طبعا زيه زي اي راجل شرقي، لا كان رافض المجال في الاول، مش هتقدري تتعاملي في المجال ده، المجال ده صعب جدا عليكي كبنت، وانت هتحتكي بالشباب بس في المهنة دي. بس بعد كده واحدة واحدة بدأت اقنعه، وبدأ هو متقبل الفكرة وبدأ يشجعني ان انا استمر فيه. بتمنى ايه الفتره الجايه؟ بتمنى حاجات كتير جدا، اولها ان النظره المجتمعيه للتعليم الفني تتغير. مش معنى ان ده طالب تعليم فني او خريج تعليم فني ان هو دون المستوى، لا بالعكس خالص، البلد اصلا مش هتتقدم غير بالصناعه.